ما إن انطلقت صفارة نهاية السباق الرئاسي حتى انطلقت صفارة أخرى لرياح تعصف في أروقة المعارضة التركية على رأسها حزب الشعب الجمهوري. يبدو أن نتيجة السباق الرئاسي والبرلماني الذي فاز بكلتيهما الحزب الحاكم برئاسة أردوغان أثار سخط المعارضين. معارضون يعتبرون إصرار كمال كليتشدار أوغلو على تصدر مشهد السباق الرئاسي أحد أسباب الخسارة، وهو ما دفع ميرال أكشنار سابقا للانسحاب، وهي التي كانت تريد ترشيح أكرم إمام أوغلو الفائز السابق ببلدية إسطنبول أكبر السلال الانتخابية في تركيا. الدعاوى المقامة ضد أكرم إمام أوغلو إن ربحها سيكون له مستقبل قوي، لكن إن خسرها فستؤثر بالتأكيد حتى على مستقبل ترشحه لرئاسة البلدية. كمال كليتشدار أوغلو ورغم خسارته السباق الرئاسي لا يعتبر نفسه المسؤول الوحيد عن الخسارة، فالمعارضة كلها اتحدت ومنافسه أكرم إمام أوغلو قاد الحملة الانتخابية. وفيما يتبنى كمال كليتشدار أوغلو خطة إصلاح تهدد الكثير من قيادات الحزب، يقود أكرم إمام أوغلو حملة مقابلة تحمل اسم التغيير تهدد كليتشدار نفسها. هناك على الضفة الأخرى تدور رحا لمعركة قضائية يرضى عنها الحزب الحاكم ضد إمام أوغلو الذي شتم لجنة انتخابية بلدية في وقت سابق ونعتها بالغباء، صدر به حكم بدائي ويخوض الآن مرحلة استئناف. معركة يثور حولها تساؤل عن المستقبل السياسي للرجل فيما لو خسرها. هناك صراع داخلي في المعارضة، الطبقة القديمة البرجوازية تريد كمال كليتشدار، لكن الشباب والقاعدة الكبرى تريد أكرم إمام أوغلو. السجال الداخلي في أروقة حزب الشعب الجمهوري وصل ضجيجه حد الإعلام، وهو ما دفع أكرم إمام أوغلو لدعوة كليتشدار للحوار ليعلن الحزب عن اجتماع يضم 60 رئيس بلدية تابعين لها يبحث موضوع تغيير قيادة الحزب دون صدام. وفي هذا الإطار تتعالى أصوات رؤساء بلديات داعية كليتشدار للاستقالة، استقالة يعتبرها الأخير صك إنهاء لمشواره السياسي. ما بين رياح التغيير والمصائد يبقى مستقبل المعارضة التركية مجهولا في ظل تخبطات داخلية قد تسفر عن وجه جديد وقد تزيد من ضبابية المشهد. لقناة الغد علي تباب، إسطنبول.